فاش كتبغي تختار فيلم تفرج فيه، التايتل هو من اول الحاجات اللي كتشوف. فاش السميه ديال الفيلم كتكون البلبل الازرق، خاطرك ما كيرتاحش. الفيلم يقدر يكون زوين ولكن التايتل ما كيشهيش. داكشي علاش السميه مهمه وكتلعب دور في النجاح ديال اي عمل سينمائي. اليوم غادي نهضروا على فيلم اللي هو واحد من احسن الكوميديز المغربيه ومن احسن تايتلز في العالم. فيلم خرج في 1993 من اخراج محمد عبد الرحمن التازي، البحث عن زوج امرأتي. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما بودكاست. البحث عن زوج امرأتي غير السميه ديالو كتجبدك عنده، فيها المقادير باش تخليك تكون متشوق تعرف شنو طاري في هاد القصه. وفي نفس الوقت الجمله ديال البحث عن زوج امرأتي كتجبد منك واحد الابتسامه، لانها صحيحه لغويا ولكن غريبه منطقيا. كيفاش غادي تقلب على راجل لمرتك؟ كاين اللي يقدر يشوف فيها بحال شي كليك بيت. الفرق الوحيد والمهم هو ان هذا الفيلم داكشي اللي كيوعد به في السميه هو اللي كيوفي به. كوميديا خفيفه على القلب ولكن ابعاد عميقه اللي غادي نناقشوها في هذه الحلقه. الفيلم كيعاود القصه ديال الحاج بن موسى، ذهيبي في فاس، مجوج بثلاثه ديال العيالات، كل وحده وجايه من جيل، عايشات متفاهمين ومنسجمين، غير الفرق ديال العمر ما بين الحاج بن موسى ومراته الاخرى هدى غادي تخلق مشاكل بيناتهم، الشيء اللي في لحظه ديال الغضب غادي يخلي الحاج بن موسى يطلقها طلاق الثلاث. خليني نهرب من هذاك الحر، داك الكماره الا فتنتك راجل وقرب ليا. انا عبي انا جبتي هذاك الكلب دخلت الحياه. كلب؟ انا كلب يا الشرف يا العقرش يا الشرف العار. الله يحفظك الطفيله والمعدن والسلاله كلها. صافي اولا وصلنا للطفيله والمعدن، صافي عليا بداك التمتاني الكبير وكريستو الفحال لا بقيتي الهضره. فاش غادي يتهدن ويبغي يرجعها كيتشاور مع واحد الفقيه اللي كيقول ليه انه خاصو يجوج مراته المطلقه من راجل اخر ويطلقها عاد باش هو يقدر يرجعها تاني. وهنا فين غادي يبدا البحث عن زوج لمراته. اخره ثلاث طلاق لا رجعه فيه في شريعتنا، ثم على مطلقتك ان تتزوج من بعل اخر يموت عنها او يطلقها ثم تفي عدتها، وبعد ذلك يحل لك أن تتزوج بها من جديد وعفو الله عما سلف. السيناريو اللي كتبته واحد السيدة واعرة واللي هي فريدة بليزيد كيدخلنا في القصة من اللحظات الأولى، والمخرج محمد عبد الرحمن التازي كيسافر بينا في مغرب اللي توحشناه. كيفاش شفت الفيلم اليوم ماشي بحال فاش كنت صغير. فاش كنشوفوا هذوك الديور القدام اللي فيهم الحوش في الوسط والبيبان ديال البيوت كبار والشراجم اللي كيطلعوا على قلب الدار، الذاكره ديالي كتصيفطني ليامات الطفوله والمجمع مع العائله في الصيف في دار جدي. الفيلم عنده جوج ديال الابعاد. الاول راه باين وواضح هو كوميدي، كيفاش الحاج بن موسى غادي يصدق يقلب على شكون يتزوج بمراته القديمه باش يقدر يعاود يتزوج بها هو. إلا جينا نركزوا على الكوميديا الناجحة راه غالبا ما كتكونش الكوميديا مبنية على القوة ديال ممثل واحد ولا ممثلة. الكوميديا هي تحط ناس عاديين في مواقف ماشي عاديين، تفاعل ديالنا مع situations اللي كيكونوا غراب علينا هو اللي كيخلينا نخلقوا واحد الجو كوميدي زوين وذكي، ومن هذه الناحية الفيلم نجح في هذه المهمة. البعد الثاني ديال هذا الفيلم هو انتقاد ديال المجتمع بلا داكشي ديال القاء الدروس والعبره، وهذا واحد من الادفانتجز ديال الاستعمال ديال الكوميديا، لانها كتخلي الناس اللي كتفرج يكونوا مرتاحين ومهبطين لاغارد باش انت تدوز الميساجات ديالك. الواحد فاش كتجيه بالنصيحه يقدر يتصنت ليك وسويرتي لا دار بكلامك، ولكن فاش كتوريه شنو كيدير بلا ما تعطيه درس يقدر بوحدو يشوف فيك بحال كيشوف شي مرايه اللي كتعطيه نظره على راسو ويضحك على راسو وبحال والو يبدل السلوك ديالو. الفيلم كيهضر على جوج ديال الاجيال اللي مختلفه،
الجيل القديم ديال الحاج بن موسى والجيل الجديد ديال هودا. هاد الفيلم كيبين لنا كيفاش هاد الاصطدام كاين ما بين جيل اللي متشبت بالتقاليد والضغط ديال المجتمع وجيل اللي باغي الحرية والتخلص من القيود. هاد الفيلم كيبين بالضحك مسائل اللي متناقضة في المجتمع ديالنا واللي كتخلق عندنا شخصيات ما مفاهماش مع راسها. كنشوفوا مثلا الحاج بن موسى كيضرب كويسات مره مره ولكن واخا داكشي متشبت بالدين وكيستاشر مع الفقيه فاش كيطيح في مشكل. هنا مره اخرى الفيلم ما كيحكمش على التصرفات ديال الحاج بن موسى، ما كنشوفوش شي انتقاد ديال واه الا كنتي كتشرب راه خاصك تكون ما كتصليش، لان في اخر المطاف كل واحد حر يدير اللي بغى. حاجه اخرى، الفيلم كامل وحنا كنشوفوا كيفاش الحاج بن موسى كيتعنب على الكليانات ديالو في المحل، الشيء اللي بالنسبه ليه عادي، ولكن فاش مراته حلات الباب للحمال اللي جاب لهم الكباش ديال العيد في داك المنظر ما كيدخلش للعقل بالنسبه ليه. في الفيلم اللي في المظهر ديالو يقدر يبان ذكوري لان الحاج بن موسى اللي كيبان لينا بحال الشخصيه الرئيسيه ديال القصه هو رجل عنده بزاف ديال العيالات، وهذا التصور ديال راجل عنده بزاف ديال العيالات كيخلينا نشوفوه بحال السبع اللي حاكم في ثلاثة، عنده الهيبة وكل شيء كيخاف منه، ولكن فاش كنشوفوا حياته في الدار فكنكتشفوا بلا مولين الراي والشوار هما العيالات. لا لا حبي هاجي لي تسمعي اش وقع العقوش قال لك باغي عاود يتزوج، ولكن ان شاء الله تزوج بعيشة قنديشة. عباد الله كلموا غير بشويه. هذا الفيلم فاش كيفتح الباب على الحياه الشخصيه ديال عائله تقليديه مغربيه كيبين الحقيقه ماشي التصور ولا الفونتازم ديال تعدد الزوجات، خصوصا فاش كنشوفوا التصور ديال الكور على الحياه ديالنا اللي كتجيهم بحال حكايات ديال الف ليله وليله، وشحال من فنان اجنبي يرسم لوحات مشرقيه اورينتاليست اللي الحقيقه الوحيده اللي كتبين هي مدى المخيله ديالو، اما العلاقه ديالها مع شي واقع راه ما كاينش. هذا الفيلم فاش كنحقوا فيه مزيان كنشوفوا ان الراجل هو اللي طايح في مصيبه، اما النساء هما مالين العقل وهما اللي شادين بزمام الموقف. الاحداث ديال الفيلم اللي نقدروا نقولوا كيبينوا واحد مفترق الطرق ما بين جوج ديال الاجيال، كيبين الاختلاف في التصور ديال شنو اللي مزيان وشنو اللي خايب وشنو اللي حشومه. بحال مثلا صاحبة هدى اللي غير لحقاش مرا مطلقه واللي كيقولوا ليها هجاله، كترجعها شخص اللي ما خاص تشاف معاه ولا تجمع معاه بزاف، بحال الا المجتمع بغي يعزل هاد الطبقه ديال النساء اللي ما نجحوش في الزواج ديالهم بحال شي مرضى خايفين لا يعاديو الاخرين. ما بغاتش يدخل لي لدماغي، ما عرفتش مالها كتنبش على المشاكل بيديها. اش دا هاد الجدر عند هاد خديجه؟ خلاص بركه من الخرايف البيتة الوقت راه تبدل، ودا ما عند حد ما يقول فيها مرا بعقلها. كنعرف ولكن الحاج ما كيبغيهاش تمشي عندها، راه جاله وساكنه بوحدها ولسانه الناس. الكاستينغ ديال هذا الفيلم حتى هو واعر، منفتو في الدور ديال هدى المراه الصغيره ديال الحاج بن موسى كتلعب دور زوين وكتبين على الرغبه ديالها في الحريه وتغيير العقليه. الحاج بن موسى اللي لعب الدور ديالو البشير سكيرج الله يرحمه حتى هو ادى واحد الدور جميل اللي من غير الكوميديا خلانا نعيشوا معاه الحزن والاسى ديال الشخصيه ديالو. هاد الفيلم جمع مجموعه ديال الفنانات اللي صراحه خلاو البصمه ديالهم في السينما المغربيه وفي التلفازه بحال امينه رشيد الله يرحمها ونعيمه المشرقي، ولكن الحاجه اللي ثارت الانتباه ديالي هي المشاركه ديال فاطمه المرنيسي الله يرحمها في هاد الفيلم اللي بالنسبه ليا زاد اكد ديال البعد فيمينيست والنضالي ديالو. فاطمه المرنيسي لعبت واحد الدور ثانوي صغير، ولكن فاش كنعرفوا شنو كان طاري ديك الوقت في العالم وفي المغرب وشكون كانت فاطمه المرنيسي عاد كنفهموا ان الظهور ديالها راه رمز بحد ذاته. فاطمه المرنيسي كانت باحثة وأستاذة وكاتبة في علم الاجتماع ونابغة من النابغات في الدفاع عن حقوق المرأة في حقبة كان فيها النضال صعيب شوية، ولكن بالجرأة ديالها والشجاعة قدرت تهضر على مواضيع اللي كانت من مجال الطابو في ذلك الوقت. المغرب في التسعينات كان كيعرف واحد الغليل ثقافي، خصوصا مع البداية ديال القناة الثانية اللي كانت بالديكودور وكتقترح برامج جداد وأفلام أجنبية جريئة.
السينما ديك الوقت كان كيسود عليها واحد الجو ديال الثقافه الراقيه والافلام دوتور اللي هما هذوك الافلام اللي صعاب على العامه الجمهور يستوعبهم. عطاو هذيك الصوره ديال الافلام المغربيه هي الافلام اللي كتطلع فيها الكتبه فجاه. البحث عن زوج امراه غادي يعاود يصالح الجمهور مع القاعات ديال السينما لانه فيلم شعبي مفهوم وكياخذ الجذور ديالو من مشاكل المجتمع المغربي ديال ديك الساعه. بالنسبه ليا هذا الفيلم الا قدرت نلخصه في كلمه هو افيكاس. مكتوب مزيان، مصور مزيان، ملعوب مزيان، وكيخليك تدوز واحد ساعه ونص زوينه وخفيفه ومن بعد ما يسالي كيخليك تفكر في المجتمع ديالنا واش من ديك الوقت لدابا تبدلات شي حاجه ولا والو. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في هذا الفيلم هي واحد اللقطه فين كنشوفوا هدى وصاحبتها كيطلعوا من الشرجم كينقوا على الرجال في الزنقه وغادي يستعملوا شي كلمات اللي هي شويه ريسيست، ولكن هادشي غنحطوه على الظهر ديال الكتابه ديال ديك الوقت وبدايه التسعينات والى اخره. هذا ما كيمنعش اننا نكتشفوا هذا الفيلم المره الاولى بالنسبه للناس اللي عمرهم ما شافوه ولا نعاودوا نكتشفوه، لان صراحه الفيلم فاش كتفرج فيه في الصغر ماشي بحال فاش كتفرج فيه حتى كتكبر. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقه ديال سوليما بودكاست. نتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده وتهلاو ليا فريوسكم.